بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. حضيت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني، وشرفني بتعييني وزيرا أول، وله جزيل الشكر على هذه الثقة. وقد كلفني فخامته بتشكيل حكومة تتميز بالكفاءة العالية مراعاة منهم لجسامة التحديات ونبل الأهداف. وسنشرع إن شاء الله على تجسيد هذه الرؤية لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي المتكامل الذي يسعى إلى تحقيق تطلعات جميع فئات شعبنا الأبي من الازدهار المرتقب والأمل المورود. والله ولي التوفيق.